أمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سراج الظلمة وأبا الأئمة يا سيد الشهداء يا غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ورب قائلة والهم يتحفني بناظر من نطاف الدمع ممطوري خفض عليك فللأحزان آونة وما المقيم على حزن بمعذوري فقلت أيا تفات السمع لائمه لا يعرف الحزن إلا يا عاشوري يوم حذى الطعن فيه لابن فاطمة سنايان مطرد الكعبين مطروري فخر للموت لا كف تقلب إلا بوطئ من الجرد المحاضير عطشان سلى نجيع طعن غلته عن بارد من عباب الماء مقروري بأي حال قال ما غمضت عينه أيدي أحبته ولا جنازته شيلت بتوقيري لله ملقا على الرمضاء غصبي فمردايا بعد إقدام وتشميري تهاب الوحش أن تدنو لمصرعي وقد أقام ثلاثا غير
مقبوري عن كربلا جثة ولينا غسليا يا كربلا لمي عظامه وشفنيها وتقدم يا كربلا صلي عليها ليكون تبقى جثة ابن امي رميه يا كربلا واري جسد شيخ العشيرة يا كربلا حفري لابن أمي حفيرة وشيلي لجسم حسين عن حر الظهيرة ليظل جسمه بالعرف فوق الوطية اهتزت أراضي الغاضرية وكادت تمور أنا من وين لي يا مخذرة سدر وكافور من وين يا زينب إلي حفارة قبور حتى واري جثتها يا هاشمية بالرغم مني لا بالرضا أنا غصب علي يمشي عن ابن أمي وخليه والله غصبين علي يمشي عن ابن أمي وخليه مرمي على الغبرة ودم جامد عليه لو حصل لي بيدي لا غسلنا وواري أواريه وابني فوق قبر لي بني والله يردون ننسى فور يا بعد أهلي ونخلي ويا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي ولا تقول خلتني الوديع بغير تغسي ولا تقول عني سافرا وما ودعوني راحة وخواتي وللقبر ما شيعوني يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح أسرام يسر فوق المهازي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من كلام له لكميل بن زياد رضي الله عنه الناس ثلاثة
فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاعي ناقون مع كل ناعق، ويميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. في ذكرى تأبين هذا السيد الجليل العظيم المرجع المكرم آية الله العظمى السيد الصدر رحمه الله، نقرأه من خلال الأحاديث. نقرأ شخصية هذا الرجل من خلال أحاديث أجداده الطاهرين، غير مكتفين بسرد سيرته وأحداث ظلامته. نجزم أن هذا الرجل العظيم هو مصداق من المصادق الكاملة في كل ما ورد عن لسان أهل العصمة عليهم السلام في بيان مقام العالم وعلو شأنه ورفعة قدره. لو جينا إلى الكلمة المتقدمة، عندما قسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة، ابن أبي الحديد لما وقف عليها قال: وهو كذلك، وهي قسمة منطقية، فلا يوجد قسم رابع، لا يوجد صنف ثالث. من خلال معرفة الله تبارك وتعالى حتما إن الناس على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يوصف بالعالم الرباني، نسبة إلى الرب، إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الدرجات متفاوتة في هذه المسألة، فأهل البيت عليهم السلام تبعا للنبي صلى الله عليه وآله هم أعرف الخلق بالله عز وجل، ومع ذلك في بعض الروايات لا يدعون تمام المعرفة مع كمالهم. يقول صلى الله عليه وآله: ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك. لكن ما يمكن أن يصل إليه مخلوق في درجات المعرفة بين المخلوق والخالق لم يفق أحد، لم يعلو أحد رسول الله وآله صلى الله عليه وآله في هذه المعرفة. ومن هنا يتميز كلامهم عن كلام غيرهم في الخطاب مع الله عز وجل، يعني منهجهم في الخطاب منهج يتميز من خلال ما تقرأ في الصحيفة السجادية، تجد هذا الخطاب المميز عن كل خطاب فيما بين العبد وبين المعبود تبارك وتعالى، وهذا منشأه المعرفة. منشأه ماذا؟ المعرفة. يعني ليس منشأه يعني طمعا في جزاء أخروي. يقول بعض العارفين السيد الإمام رحمه الله إلى كلمة في كتابه القيم الأربعون حديثا، يقول: لا نتصور أن الإمام السجاد عليه السلام، يشير إلى هذا المعنى بهذه الكلمات، أن الإمام السجاد عليه السلام يتحرق من أجل، يذكر بعض الفواكه، يعني يتحرق من أجل الكمثرى في الجنة. شوف، تأمل في الكلمة،
هذا ما هو مسطور في كتابه القيم. يقول هذه الكلمات النابعة من إمام زين العابدين هل هي نابعة من إنسان عينه على فيها فاكهة ورمان، عينه فقط على نعيم الجنة المادي، أو هذا الخطاب له منشأ؟ هذا الخطاب له منشأ هو المعرفة. ثم يقول بعد ذلك، شوف مقام هذا المقام العظيم في مقام المعرفة، ثم يقول بعد ذلك: لو أن الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أرادوا أن تجد، لما ترجع إلى كتابه تجد هذا المعنى علّه في باب العجب، ربما في باب العجب، لو أن الملائكة، لو أن الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أرادوا أن يقولوا لا إله إلا الله على غرار ما يقولها علي بن أبي طالب ما استطاعوا. هذه كلمته رضوان الله عليه، ما استطاعوا. كيف ما استطاعوا؟ من حيث اللفظ لا يستطيعون. إذن عدم الاستطاعة راجع إلى أن مقام المعرفة الذي وصل إليه علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إليه آخر. من هنا لما يأتي هذا الوصف: عالم رباني، عارف بالله عز وجل، عارف بالله عز وجل. وكما ذكرنا هي متفاوتة. القسم الثاني يقول: متعلم على سبيل نجاة حتى يصل إلى ما يمكن أن يصل إليه من معرفة بربه تبارك وتعالى. ومتعلم على سبيل، يعني يسلك هذا المسلك الذي سلكه أهل البيت عليهم السلام في الوصول إلى الله. ولذلك لماذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة في غير حديث: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن الطريق الأوحد في الوصول إلى الله ليكون الإنسان ربانيا هو عن طريق الربانيين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فحدد النبي القرآن ومن يفهم هذا، ومن يفهم هذا القرآن. القسم الثالث يقول: وهمج رعاع. الهمج هم الحمقى، الحمقى من الناس سمونهم همج. رعاع الأحداث، هؤلاء يعيشون حالة التخبط في حياتهم. وذكر عليه السلام سبب هذا التخبط: حتى تعرف أنك تسير الآن في الطريق الذي حدده لك النبي وآله صلى الله عليه وآله في الوصول إلى الله. أنتم الدعاة إلى الله والأدلاء إلى مرضات الله أهل البيت عليهم السلام. من أراد الله بدأ بكم، بنا يفتح الله سيد الشهداء عليه السلام، وبنا يختم النبي صلى الله عليه وآله. فنحن باب الله الذي منه يؤتى، بنا يهتدي المهتدون، من أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه نارا، ولا يحبنا إلا من طاب مولده. لذلك لما تأتي للقسم الثاني له مصادق، له مصادق في تأريخهم عليهم السلام. قديما أسماء لامعة، أسماء لامعة هم الذين كانوا على ماذا؟ على سبيل النجاة، ومنهم راوي هذه الكلمة كمل بن زياد، هو على سبيل النجاة وبلغ ما بلغ من المعرفة بالله عز وجل.
إلى درجة الهداية الأمرية، يقولون وصل لدرجة الهداية الأمرية من علي عليه السلام، الهداية بالإيحاء. أكو هداية أن تتكلم مع الإنسان مباشرة تقول افعل كذا افعل كذا، فهو حينئذ يتحرك أو لا يتحرك ليكون من المهتدين. أحيانا يجي مقام آخر يسمونه مقام الأمر، يجلس مع الإمام علي عليه السلام، يجلس معه ويجد إفاضات تنبعث من خلال هذه المسايرة والمتابعة تكون سببا لزيادة معارفه وإيمانه وقربه من الله عز وجل. هذه هداية أمرية لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه لا يمكن أن يصل إليها كل أحد، لكن هؤلاء وصلوا إليها، كانوا يهتدون أمرا بالأئمة عليهم السلام ككميل، وحتى بعض الذين كانوا عبيدا كقنبر. ولذلك قنبر رضوان الله عليه كان له هذا الموقف، منشأه هو ما تقدم، منشأه ما تقدم لما قال له الحجاج تبرأ من أبي تراب، قال دلني على دين خير من دين أبي تراب. المسألة مو عنده تعصب، يعني بناها على مبنى المعرفة بالله، دلني على دين خير من دين أبي تراب، اطرح لي دينك، يعني اطرح لي دينك ومنهج دينك ومعارف دينك وأرى إن كان يصلح للمتابعة، وأرفض دين علي وأباه أو لا. فعرف الحجاج أن هذه الكلمة تعجيزية من قنبرة له، فأمر بقتله. أمر بماذا؟ أمر بقتله. فيما يتعلق بمصاديق أخرى صاحب الذكرى، يعني تسلسلنا حتى نصل إلى هذه النقطة، صاحب الذكرى السيد الصدر رضوان الله عليه، لا شك أن هذا من نوادر دهره وفلتات زمانه. الله عز وجل بمنه وكرمه يبرز من زمن لآخر من عباده ما يبرز من كمالات ومواهب تكون في واقع الأمر حجة إلى درجة الحجية، ومنق الحجية المعصوم، لكن العارف بحجة المعصوم والذي يكون تبليغه إلى الغير بمثابة الحجة من المعصوم، حجة طولية للفقيه من المعصوم. إيش ورد مثلا في الحديث عن الإمام صادق عليه السلام، من أكرم فقيها مسلما أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان فقيها مسلما أهانه الله يوم القيامة. كل ما يتعلق في واقع الأمر بالظروف التي عاشها مع قصر عمره، تجد أنه الإنسان الذي عاش الربانية في معرفته بخالقه، وظهرت آثارها من خلال مواجهته للهمج الرعاع. أكو ناس بالفعل همج رعاع، يجي مثلا فكر شيوعي قال هذا أحسن شيء، أحسن فكر وياكم، يجي فكر آخر قال له هذا أحسن، يجي إنسان له هذا المبدأ قال هذا أفضل، يوم ثاني يجي إنسان قال له هذا أفضل، يعني ينعقون مع كل ناعق، كل ما يأتي ناعق هم ينعقون معه، يعني لا يعيشون المبدئية، كل ما تأتي ريح تميل بهم يمينا وشمالا، السبب يبينه. واحمد الله على هذه النعمة التي أنت فيها من خلال ما أذكره. يقول لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، هذا أنت تعيشه بحمد الله، تعيشه بحمد الله أنه لا ينطبق عليك ما ينطبق على الهمج الرعاع، لأنك تسير في هذا الخط، خط ماذا؟ خط السائرين على سبيل النجاة، فلا يمكن أن يأتي ناعق بخلاف ما عليه مبدأ أهل البيت،
فتسير معه، أو لا يمكن أن تأتي ريح مهما اشتدت ومهما قست لتأخذك بعيدا عن أهل البيت فتؤثر فيك. والسبب أن هذا النور الذي تسير به في هذا الطريق، في طريق الناعقين وفي طريق هذه الرياح أو الريح التي تميل بالبعض يمينا وشمالا، هو نور النبوة والإمامة، هو الركن الوثيق لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكانت عنده هذه الصلابة والقوة والإباء النابعة، النابعة من ماذا؟ مما كان عليه على خطى أجداده وآبائه الطاهرين. من هنا لما يقول له رجل، لما جاءه بعض الرجال مرسلا يثبط من عزائمه، على كل حال نتف من ومواقف رائعة من سيرته، لما جاءه واجتمع معه لبرة من الزمن وعجز عن أن يجعله من الهمج الرعاع وحاشاه رضوان الله عليه وهو العالم الرباني، ماذا قال هذا الرجل؟ شوف يعرف مكانته، يعرف مكانته، قال أنا أسف على هذا الجسم أن يضمه التراب. هذا مما ينقل في سيرته رضوان الله عليه من خلال هذا العدو الذي اجتمع معه ورأى الصلابة فيه والعزة فيه، إلى أن قال أنا أسف على هذا الجسم أن يضمه التراب، وكأنه لن يضمه التراب، هو التراب يضمه ويضم ماذا؟ ويضم ويضم غيره. لما تأتي للفترة القاسية التي عاشها تستطيع أن تقرأه من خلال الحديث المتقدم، من خلال الحديث المتقدم. ما هي هذه الفترة؟ ربما احنا ما عشناها يعني بتلك القوة، لكن بالفعل مرة حقبة بالفعل كانت قاسية من الناحية العقيدية، وهو المد الشيوعي. عاصر السيد الصادق هذا المد، ومدا ما كان مدا لا يستهان به، قويا، وكان مدا فكريا، مد فكري تبعه الكثير، مع الأسف تبعه الكثير ممن لم يكونوا على سبيل نجاة، حتى ممن كانوا يزعمون أنهم من أتباع علي عليه السلام تأثروا بنعاق الناعقين والريح التي أخذتهم يمينا وشمالا. هنا جاء الدور الذي بينه الإمام الهادي عليه السلام في حديث، خلنا نأتي إلى الحديث ونطبقها على هذا العملاق العظيم. عندما تصدى، لكن تصدى بماذا؟ تصدى بفكر، تصدى بحجج، تصدى ببراهين سطرها في كتابه القيم فلسفتنا، وهي مواجهة الخط المادي، مواجهة الخط المادي. الحياة مادة، حياة طبيعة، ماكو شيء اسمه غيب، ماكو شيء اسمه رب، ماكو شيء اسمه عالم القيامة. حياة الإنسان منحصرة بماذا؟ بدنياه، بمادته، بطبيعته. وبالفعل يعني تبنى هذا الخط من تبنى، وأنكروا وجود الله، وكانوا ملاحدة، وألفوا ما ألفوا من كتب، يقولون انصدموا بهذا الكتاب الذي بالفعل قيموه، العارفون قيموه بغض النظر عن مذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية، لكن قيموا هذا الكتاب وعجزوا عن مباراته، وهو فلسفتنا، وهو ماذا؟ وهو فلسفتنا. نقرأ السيد قدس سره، نريد نقرأ دائما من أحاديث آبائه، نقرأ السيد قدس سره من خلال هذا الدور العظيم الذي أداه من خلال حديث الإمام الهادي عليه السلام، الذين عاصروه وعاشوا معه وشافوا هذا المد الذي تصدى حتى السيد الحكيم قدس سره وأفتى ب
بقول الشيوعية كفر وإلحاد على مستوى الفتوى وجه هذا المد، ولكن أيضا على مستوى ماذا؟ على مستوى الفكر أيضا وجه هذا المد. السيد الحكيم رحمه الله تصدى في مواجهة هذا المد بالفتوى وأفتى بحرمة الانتماء إليه، وأما السيد قدس سره إضافة إلى ذلك تصدى بماذا؟ بالفكر، بالحجج التي ورد ذكرها في حديث عن الإمام العسكري عن أبيه الإمام الهادي عليه السلام. شوف تأمل في الحديث حتى تتضح لنا صورة السيد تماما كما ذكرت لك من بداية المجلس، بعيدا عن سرد أحداث تاريخية، أنت تقرأ عظمته ومنزلته ودوره من خلال أحاديث آبائه. يروي إمامنا العسكري عن أبيه الهادي عليهما السلام يقول: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا عجل الله تعالى فرجه من العلماء الداعين إليه، هذا نص الرواية، والدالين عليه والذابين. فكرة كم الحديث يم السيد الصدر رحمه الله، هتعرف كيف الدور الذي أداه، والذابين عن دينه بحجج الله، والذابين عن دينه بحجج الله، والمنقذين لعباد الله من شباك إبليس ومردته وفخاخ النواصب. وفخاخ النواصب. والممسكين بأزمة قلوب ضعفاء الشيعة الذين بالفعل مسكوا بزمام قلوب ضعفاء من؟ الشيعة. كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله. ولذلك أيضا في جزء من الرواية أنه لولا هذا الدور لارتد عن دين الله خلق كثير. هل طبعا بالفعل هذا الدور الذي أداه قدس سره، يعني لابد أن يقف الإنسان على سيرته حتى يعرف بالفعل الهجمة الشرسة، إلى جانب طبعا الهجمة يعني السياسية القاسية سبقتها هجمة إلحادية لا تقل خطورة عن الهجمة الثانية، ولكن تصدى إلى الأولى بهذه الحجج الإلهية وسطرها في ذلك الكتاب القيم، وتصدى أيضا للهجمة الثانية بإباء عمته الحوراء زينب سلام الله عليها، بإباء عمته الحوراء زينب سلام الله عليها، إلى درجة يئس منه خصمه، يئس منه خصمه، ورأى بأنه لا بد من التخلص منه، ظانا بأن الخلاص منه يحقق الغرض والهدف، يحقق الغرض والهدف. والحال دائما يأتي كلام جده علي عليه السلام: يا كميل هلك خزان الأموال وهم الأحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر. مع الأسف وإن كان أخفيت بعض الدرر الثمينة من مؤلفاته التي لم تظهر إلى الآن عبثت بها الأيدي، لكن لا أقل ما خرج فيه خير كثير مما واجه به رضوان الله عليه الهجمتين الشرستين. ولا شك أنه كان يتكلم بروح عمته الحوراء زينب سلام الله عليها. وكلكم على كل حال اطلع على كلمته، كلمته التي استوحاها، وهو أيضا ذكر فيها رضوان الله عليه، استوحاها من كلام عمته الحوراء زينب سلام الله عليها. ومن ضمن ما ذكر، ذكر أنه لن يبقى بعده إلا فترة قصيرة. هذه كلمة ما كان يعيها ذلك الشقي في وقته، ما كان يعيها هذه الكلمة،
صحيح ربما يقول الإنسان لا مية قصيرة من سنة 1980 إلى 2003 مية لا قصيرة جدا لأمثال هؤلاء قصيرة في الوقت الذي كان يريد أن يستمر على الخط أبناؤه أو إن لم يستمر على الخط أبناؤه يستمر على ماذا؟ منهجه. وهذا هو مرادهم إذا ما كان بشخصه لا أقل بشخص أولاده، إذا ما كان بشخص أولاده فبماذا؟ بمنهجه، بخطه، بالبرنامج الذي قتل السيد بسببه. فهي قصيرة وغير قصيرة؟ جدا قصيرة. من أين استوحى هذه الكلمات؟ فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها وهل رأيك إلا فنت. يزيد عند رأي، عند حجة، عند برهان، وهل رأيك إلا فنت وجمعك إلا بدد وأيامك إلا وأيامك إلا عدد وأيامك إلا عدد. طبعا هذا ما كان أيضا يستوعب هذه الكلمات كما نذكر دائما في خطابه، في خطابها عليه السلام ليزيد يستوعب، ولذا قال يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون نوح على النوايح. ولكن ما هي إلا سنتان وأشهر، سنتان وأشهر بعد قتل الحسين عليه السلام ليتحقق له ما قالته بأبيه هي وأمه، ويأتي الزمن أيضا ليظهر صدق ما قالت من استمرار منهج الحسين عليه السلام سلام الله عليه. فخرجت بأبيه هي وأمه، نعرج على أم البنين وللقادم الذكرى وفاتها، خرجت مرفوعة الرأس والهامة بالمجلس الطاغي يزيد. بالفعل لما نقول مرفوعة الهامة هي كذلك، ما نريد نصورها مع كل المأساة والدمعة والعاطفة الجياشة، لكن مع رفعة الهامة أمام من؟ أمام يزيد. وإن كان ثمة بكاء ولوعة وحسرة، فعندما وصلت إلى قبر الحسين وعندما لاح لها قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا جاءت الحسرة، هنا جاءت اللوعة، هنا جاءت الدمعة عندما دخلت بأبي وأمي مدينة جدها صلى الله عليه وآله. تتصور كيف خرجت زينب من المدينة وكيف دخلت زينب عليه السلام إلى المدينة؟ فرق بين الحالتين، فرق بين الحالتين. لذلك خاطبت المدينة مدينة جدنا، الله أكبر. ما تريد المدينة أو المدينة لا تريدها وهي ابنة المدينة، لأن الحال تغيرت عندها. المدينة بدون الحسين ما هي يا عزيزي؟ الحسين كل شيء في حياة الحوراء زينة. المدينة بدون قمر العشيرة، إذا خرج الحسين وطرق باب زينب فتحت زينب الباب واستقبلت أخاها بالأحضان، إذا دخل عليها قمها، حالات يومية عاشرها زينب عليه السلام، حالات يومية قبل خروجي. هذه حالة الحسين معها في بيت عبد الله بن جعفر، إما أن يزورها الحسين أو تزور الحسين. فإذا سمعت صوت أبي عبد الله قامت تستقبله على الباب، يفتح الحسين الباب في وجه الحوراء، يدخل تعانقه، يعانقها، تقبله، يقبلها. لذلك تقول مدينة جدنا لا تقبلين، مدينة جدنا لا تقبلين،
فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا يا ملك بالأهلين جمعا رجعنا يا لا رجال ولا بنين لا نذكر الحالة الشعرية نذكر الحالة الواقعية لزينب عندما دخلت المدينة وقفت على بيت الحسين من ترى في ذلك البيت عندما تقف على بيت أم البنين من ترى في ذلك البيت عندما تقف على بيوت آل عقيل من ترى في ذلك البيت لذلك لما طلبت من أمتها ألا يدخل أحد عليها تسمع تمام إن شاء الله السيرة في الليلة القادمة والله يعودكم جميعا إن شاء الله لما قالت لخادمتها لا تدعي أحدا يدخل علي في خدري إلا هاشمية أو أم ولد فإنها سبيت كما سبينا ترى مسألة جدا مهمة هذا إذا حصلت لزينب بالشام بالشام لما أدخلت الخريبة أيضا أوقفت أمة على باب الخريبة تقول لا تخلينا أحد يدخل علينا إلا أم ولد يعني هذه امرأة ذاقت السبا فلما تذوق السبا بعد ما تدخل وتشمت تشوفنا سبايا يكون لا تدخل أموية فتشمت بزينب نعم وقفت وإذا بأم البنين تجر أذيال المصيبة إلى خدر الحورة زينب وقفت قالت لها الأم يا هذا انتسبي قبل الدخول حتى أعلم سيدتي زينب من تكونين من أنت ماذا يا تقولي الهم عباس بالباب والله قولي الهم عباس بالباب وتريد تبكي الفقد الأحباب والله قولي لام عباس بالباب بالباب وتريد تبكي الفقد الأحباب ضحايا وبقوا في حر التراب اي والله ضحايا وبقوا في حر التراب سيدتي زينب على باب الخدر امرأة تقول إن أم العباس قامت على قدميها تخاطب النساء تخاطب الرباب تخاطب رملة تخاطب سكينة قوما تلقنها الحزينة انعزي يا با الله وتعزينا بحسين واخوانا وبنينا اي والله بحسين واخوانا لما خرجت والتقت بالبكاء يا زينب أين الأحبة أين الحسين أين العشيرة فأجابت تقلها نوحي عليهم يم الابنين
والله ظلوا على الغبرة مطاعين عباس لا يسرى ولا يمين عباس لا يسرى ولا يمين هي عين راس انفضخ والسهم بالعين ون على ابو فاضل لقضاء الحوائج والله راس انفضخ والسهم هي بالعين يقولون راسك يا حط بحجره حسين للقاع ذبيته يا عقلي ويا ضي العين يا ليت مثلك يا الولا تنذبح سبعين ولا كان صدر ابن البتول الدوس الخير لا تهيجون احزان قلبي يا مسلمي راحوا اولادي ولا تسموني ام الابني لو راحوا اثنين وعلي رذوا اثنين بلكت علي تهون جمرة المجاتي ويالي لا يا تذكروا لي هالاسم ذايب وفاضي والله ذايب وفاضي منين البنين وكربلا ضمت اولادي وشايل الراية طاح مقطع هيا على يدي لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث القرين أربعة مثل بدور الدجى قد جرع الموت بقطع الوتين يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين إلهنا بيمين العباس وشماله صل على محمد وآل محمد لا تدع لنا بهم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا خوفا إلا أمنته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا عدوا إلا قصمت ظهره ودفعته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا بالعباس وأمي عليهما السلام قضيتها ويسرتها اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم رد كل غريب اللهم رد كل غريب لا سيما من قصد بالدعاء اللهم اجمع شمله بأهله وأحبته يا أرحم الراحمين اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير
المؤسسون تقبل اللهم عملهم ضعيف أجرهم وفقهم لما تحب وترضى جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا إلى موت المؤسسين والحاضرين لا سيما إلى موت المؤمنين والمؤمنات من العلماء والشهداء السعداء لا سيما إلى روح مجلسنا هذا آية الله العظمى الشهيد الصدر إلى روحه رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبق الصلوات.